بسم الله، تعال نشوف كونكت 4 يونت 8 ليسون 4، وتعال نشوف ابطال الجريد 4 هيقولوا لنا ايه عن الدرس ده. امشي معايا واحده واحده. ايجيبت از ا فانتاستيك كانتري، مصر ده هي بلد رائعه. تو فيزيت، علشان نزورها. There is so much to see، في حاجات كتيره قوي علشان نشوفها في مصر. زي ايه؟ such as، حط نمبر 1 بيراميدز اوف جيزا، the old Luxor temple، نمبر 2 معبد الاقصر القديم، the Red Sea، نمبر 3 البحر الاحمر، and of course the river Nile نمبر 4 ونهر النيل نمبر 4. in all parts of the country، في كل اجزاء مصر او البلد ده هي، you can see amazing sights، بتشوف مناظر رائعه. eat delicious food، وبتاكل اكل لذيذ. and meet friendly people، وبتقابل ناس ودودين. انا فين يا احمد؟ انا فين يا احمد؟ انا مش هنا يا احمد، انا هنا يا احمد. تمام يا احمد؟ ماشي. لو سالت تاني وما عرفتش هتزعل. انا هنا يا احمد. Visitors often like to learn about Egyptian traditions. يعني الناس الزوار دول عادة بيحبوا يتعلموا عن العادات بتاع مصر. Before they come، قبل ما يجوا بيبدأوا يسألوا عن المصريين كده، بيحبوا ايه، بياكلوا ايه، المصريين دول عاملين ازاي وهكذا. Egyptian people are famous for welcoming visitors with food and drink. اكتر في حاجة مميزة الشعب المصري فعلا، اللي هم شعب مضياف ومرحب بالناس. يعني لو انت مثلا عديت على حد كده وهو بياكل او بيشرب، يقول لك والله انت واكل، طب تعالى اتفضل اشرب معايا الشاي وهكذا اهو. And for inviting guests، بيدعوا الزوار او الضيوف دول to their homes، وبيدعوهم لايه؟ لبيتهم. And if you are invited to Egyptian families هم، لو انت ادعيت لبيت وخلاص هتروحه، تمام، لازم ايه؟ It's a good idea to bring a present، for example chocolate or sweets. يعني لو انت رحت بيت بقى حد، انا عمال اقول لك يا محمد تعالى اتفضل كده، لو انت رحت لي يبقى الافضل ان انت تجيب معاك هديه، اللي هي عباره عن ايه؟ شوكولاته او ايه؟ او حلويات. او however the host usually doesn't open the present at the time when they get it. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي هو المضيف ده، هو اللي هو مضيفك، اللي انت مثلا لما جيت لي، من الذوق ان انا ما افتحش الهديه اللي انت جايبها قدامك. فاهم حاجه يا اياد؟ يعني اياد ده مثلا جالي زارني مثلا، كنت انا تعبان ولا حاجه، وجايب لي مثلا اللفه كده كده، ما ينفعش ان انا وهو اياد قاعد اروح فاتح اللفه كده واقعد اشوفها، اشوف اللي جواها. لا، من قواعد الذوق ان انت بعد ما اياد يمشي انت تشوف ايه؟ هو جايب لك ايه؟ فاهم يا محمد؟ مش تفتح بقى وتيجي تقول له الله انت جايب موز، طب خد انت صباع وانا صباع والكلام ده، ما ينفعش. تمام؟ شكلك هتعملها يعني. اه بالظبط، يعني في عيد الميلاد كده ما ينفعش يبقى عمار جايب لك هديه تقعد بقى تفتحها قدام الناس، وايه ده؟ جايب لي ساعه بربع جنيه؟ مش عارف ايه؟ لا ما ينفعش كده. نكمل. A traditional Egyptian meal is served with people sitting together around a table. يعني الوجبات او الوجبه التقليديه بتبقى عادة بتتقدم على ترابيزة كده والناس كلها ايه بتاكلها، يعني محدش بياكل لوحده. A typical meal is has rice, a kind of vegetable stew, soup, stuffed vegetables and meat or chicken. يعني الطبق المشهور مع المصريين عادة يا مستر بيكون ايه؟ بيكون رز. انت بتاكل ايه؟ لا اما رز لا اما طبيخ، صح كده؟ هو ده اكتر اكلتين انت بتاكلهم. بقى في حاجات بقى كده بتلاقيها ايه؟ كل مثلا فتره وفتره تلاقي ماما مثلا ماما بتعمل مكرونه بشاميل، بتاكل مش عارف بتعمل ايه، الحاجات اللي هو محشي، الكلام اللي انت ايه عارفه ده، او بالظبط. يبقى هنا الحاجات اللي هي العاده المعتاده هو رز واي نوع من الخضروات اللي ايه المطهيه، يعني مثلا ايه بسله، قلقاس، سبانخ، الكلام ده كله. وطبعا سوب شوربه اند ستافد فيجيتابلز، المحشي ستافد فيجيتابلز ده يعني محشي يا عمار. تمام. اند ميت لحمه اور تشيكن. Egyptians are very generous. تاني حاجة أنت قلت لي إن المصريين فريندلي. الحاجة التانية إن المصريين إيه؟ generous، يعني كرما. تيجي عندهم البيت كده لو هو حتى مش معاه مش عنده أكل كتير أو حاجة، بيجيب لك كل الأكل اللي عنده. And are very happy when you ask for more food. يا نهار أبيض، بيكونوا سعداء جدا لما تطلب إيه منهم تاني، يعني مثلا إيه خلص الأكل كده أجيب لك تاني يا إياد. عندك يا مستر؟ أه عندي، أنا عندي كتير. فببقى أنا مبسوط إن إياد إيه؟ خد على البيت كده وبقى واحد ايه مننا. طبعا ده ما ينفعش ان انا اطلب، يعني ما ينفعش ان انا ابقى رايح ضيف عند حد كده
وجايب لي طبق فته في العيد وخلصت يا احمد، اجي اقول ايه؟ انا عايز تاني. وهتعملها ماشي، عشان ده ممكن يكون ايه، هو مش عامل حسابه تمام. لكن لو حد من قرايبك وانت عارف ان هو جايب بقى اكل كتير وكده، ممكن تطلب عادي. And this means you enjoyed their delicious meal. يعني حتة اللي انت بتطلب انا باخدها قدامي كده، ان انت يا اياد عجبك الاكل بتاعي. فهم يا احمد؟ كمان عايز كمان ماشي؟ لا مش تقول طبعا كده، يعني ممكن تجي تقولي لو سمحت ممكن حبة كمان، طب ممكن شوية كمان، طب ممكن قطعة كمان كده يعني. بالضبط. And some Egyptian festivals have traditional food too. حتى كمان الاحتفالات بتاعت المصريين فيها أكل خاص. زي إيه؟ شم النسيم بناكل فيه أكل معين، عيد الفطر بناكل أكل معين، عيد الأضحى بناكل أكل معين، رمضان ساعات بناكل أكل معين. ايوه بس انت بتاكل اكل معين يعني ايه؟ يعني مثلا مش قصدي، يعني انت بتبدا بايه؟ تبدا مثلا بحاجات بشوربه مثلا، وبعد كده بتبدا بالاكل بتاعك، بعد كده بتحلي. بالظبط كده. At عيد الفطر people baked special cookies called كحك. زي عيد الفطر الناس بتعمل كحك كده مخصوص اللي هو اسمه الكحك. والشجر on top، في سكر على فوقيه كده. And at شم النسيم people eat dried salted fish called فسيخ. يبقى في شم النسيم الناس بتاكل ايه؟ ملح، سمك مملح جاف بيسموه الفسيخ. If you visit Egypt at these times you should try these dishes. يعني لو انت زرت مصر في الاوقات دي، من الافضل ان انت ايه؟ من الافضل فسيخ، من الافضل ان انت تجرب الاطباق دي. The Abu Simbel Sun Festival، احتفال معبد ابو سمبل. معبد ابو سمبل الشهر ده يعني ما تعمدتش الشمس لان الجو كان ايه؟ مغمم. تعال نعرف ايه بقى موضوع يتعمد ده. Near Aswan you can see temples of Abu Simbel. يعني قبل اسوان انت ممكن تشوف معبد ابو سمبل. Outside the temples، خارج المعبد بقى، عند عارف الجنيه الورق؟ مش ده صورته؟ هتلاقي في صوره كده على الجنيه الورق اهو، دي معبد ابو سمبل. تمام يا مستر. There are some very big statues of Ramses II. يعني في بعض الايه المعابد التماثيل الضخمه لرمسيس الثاني. ورمسيس الثاني ده كان اعظم ملك جه في مصر، من ملوكه الجامدين قوي، كان منيم العالم كله من ايه؟ من المغرب زي ما بيقول. ملك قوي جدا، من اقوى ملوك العالم. اهو. And his wife Nefertari، وكان متجوز واحده اسمها Nefertari. Twice a year people celebrate the أبو سمبل سان فيستيفال ذير. يعني مرتين في السنة الناس بتروح معبد أبو سمبل عشان إيه؟ تحتفل. On February 22 ND اللي هي 2nd 20 و 22nd أكتوبر، يعني في 22 فبراير وفي 22 أكتوبر. طب هو مش كاتب لي هنا في الدرس ليه المناسبتين دول؟ حد عارف؟ ايه؟ علشان هو 22 اللي هو سكندي 20 وسكندي 20 في فبراير اكتوبر، ده عيد ميلاده اللي هو يوم 22 فبراير، ده عيد ميلاده. ويوم 22 اكتوبر هو اليوم اللي هو بقى ملك فيه على مصر. اليومين دول الشمس فيهم on these days light from the sun at sunrise shines all the way inside the main temple to the rooms inside. يعني ايه؟ يعني المعبد اهو في شباك، الشباك ده الشمس بتخش منه. جوه المعبد في اربع تماثيل معايا، الشمس بتتعامد في اليومين دول على وش رمسيس. ده معبد رمسيس اهو، او ده تمثال رمسيس اهو. في ثلاث تماثيل تانيين اهو. الثلاث تماثيل اللي بقى التانيين ركز معايا. There are four statues inside the temples of these Ramses. أول تمثال اسمه رمسيس، حط عليه 1. تاني تمثال اسمه را. تالت تمثال اسمه أمون. ورابع تمثال اسمه بتاح. أوكي؟ يبقى هنا هو يا مستر، دول التماثيل الأربعة. أوكي؟ بيقول لك بتاح ده هو
الشمس ما بتجوش خالص، لا صيف ولا شتاء اهو. بص كده، the sunlight shines on all of them except بتاح، يعني أشعة الشمس بتشرق على التلات تماثيل دول، وبتتعامد في اليومين دول على وش تمثال رمسيس اللي جوه ده، لكن ما بتشرقش خالص، ما بتجيش على الشمس دي، ما بتجيش على وش بتاح ده اللي هو التمثال الرابع. ليه؟ ممكن يكونوا عاملينه في زاويه كده، يعني مثلا الشمس ايه ما بتيه ما بتجيش عليه خالص. He's always in the dark، دايما فين؟ في ظلام. People celebrate the Abu Simbel Sun Festival by getting up early to see the light inside the temple. يعني الناس بتحتفل علشان تشوف ايه أشعة الشمس وهي داخلة جوه المعبد ده وبتتعمد على وش رمسيس. And then people eat, drink and sing. الناس بتاكل وبتشرب وتغني to celebrate this special day، عشان يحتفلوا بالايه؟ باليوم المميز ده. The Abu Simbel Temples, the Red Sea, Luxor Temple, the Pyramids, the River Nile. تعال نكمل يا شباب. معالم سياحية، sites، تقاليد، traditions. الناس اللي في غيبوبة دي ريت تصحى من الغيبوبة اللي هم فيها. شوربة خضار، vegetable stew، خضروات محشية، stuffed vegetables. الحلو اللي هو بعد الأكل اسمه desert. قصر يعني بالاس. هو ايه الفايدة اللي انا اعلم قبل ما المستر يقول؟ يعني انا كده بكاروت، انا مش عايز اكاروت والله، امشي معايا مع كل وورد. سمك ده عمال يعلم اهو. طب وبعد ما علمنا استفدت انت ايه؟ سمك مملح اللي هو الفسيخ، اسمه فسيخ او سولتد فيش. ودود، انا بسكت شويه عشان انت المفروض بتقول قبلي. فريندلي، ضيوف، جاستس، مضيف او يستضيف، هوست، كريم، جنرس، مدهش، اميزنج، رائع، فانتاستيك. دليل او كتايب اللي هو البرشور، برشور، انفايت، انفايتد، انجوي، انجويد، سيرف، سيرفد، كامب، كامبد، بيج، بيج. هات اللي بعده. ايت ات، ميت مت، كام كيم، سينج سانج، برينج بروت، مشهور بي، famous for، فكرة جيدة، it's a good idea to، يقدم أو تقدم ب، served with، يعطي معلومات، give information for، وجبة شائعة، typical meal، يتعلم عن، learn about، عند شروق الشمس، at sunrise، يكتب عن، write about، ويطلب، ask for.